بالنسبة للأستاذة أمل، يعني سايبة لنا 4 أسئلة، وفي في مسألة الأول الست أم نورة، يعني كنا جاوبنا على قدر كبير من السؤال، إن بتسأل إن ربنا يعني إزاي الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، أو إن إحنا ندعي لها إن ربنا يربط على قلبها إن شاء الله. ندعو لك وحضرتك كمان تلحي في الدعاء بإن ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلبك، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام الثبات. وحضرتك بتتكلمي على إنه حضرتك مطلقة ومش عارفة تاخدي الحق، طبعا المماطلة في إعطاء الناس حقوقهم يعني، والتحايل في إعطاء الآخرين حقوقهم، ده من أشد أنواع الظلم، والله تعالى عليم مطلع. والظلم كما هو وارد ظلمات يوم القيامة، فالإنسان يدرأ عن نفسه ظلمات يوم القيامة بظلم واحد يعمله في الدنيا، يعني في المصير الذي ينتهي إليه مصائب ظلمات، وأكيد ظلمة القيامة ليست كظلمة الدنيا. فأنا بس عايزة حضرتك زي ما قلت هنسعى بأن احنا ناخد بكل أسباب اللي تعنى على الحصول إلى الحق إلى أن يأذن ما هو في حاجة بتجري في الكون دون مشيئة الله ودون إرادته، مش ممكن، كله بإذن الله وكله بإرادة الله، حتى فيما يبدو لنا أنه في تباطؤ في أن أنا أحصل على ده، كل شيء ماشي بحكمة، بحكمة القدير اللي بيدبر كل شيء. وفي الخلال دي وأنا باخد بالأسباب، لأن المؤمن على طول بيسعى للأخذ بالأسباب، يعني بنصح حضرتك بقراءة آيات السكينة، وآيات السكينة هي كل آية يعني كان ذكر فيها كلمة السكينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يسكن القلب قلبك بها مع كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وكثرة قراءة سورة الشرح، وكثرة ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله ربنا يشرح صدرك وانت بتسعي وراء هذا الحق، واسألي الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الحصول عليه، وندعو لك كذلك، ربنا ييسر عليك الحال إن شاء الله.